هنيئا لمن أدرك رمضان، هنيئا لمن صام رمضان، هنيئا لمن قام بحق رمضان. إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة للمسلمين، يجب أن يغتنموا هذه الفرصة ونتباشر بقدوم هذا الشهر الكريم. فأول شيء نستقبل به هذا الشهر يا إخوان بعد الفرح والاستبشار، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. لو جمعت الدنيا كلها، الفرح بطاعة الله عز وجل مقدم على هذه الدنيا كلها. نفرح ونستبشر بنعمة الله عز وجل على إدراك هذا الشهر، ونبدأ بتوبة صادقة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا حديث متفق عليه.